ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي مع الكليات والجامعات لتأهيل المعلمين المسمى بروتيتش، يشارك 90 معلماً ومعلمة من بلدة اللقية بالنقب في ورشات عمل لتأهيل ودعم المعلمين الجدد في جهاز التربية والتعليم. موجودين احنا للسنة الثانية على التوالي في اللقية. مشروع الدفيئة هو مشروع متبادل بين المجلس المحلي في اللقية ووزارة المعارف الوحدة لدخول المعلمين للتدريس. هدفنا ان احنا نعطي دورات داخل البلدة حتى نضفي قيمة اعلى، ان احنا ننمي الانتماء المعلمين للبلدة. نحن في مجلس اللقية المحلي ندعم هذه المشاريع في مدارسنا الابتدائية وفوق الابتدائية من أجل رفع المستوى التعليمي في مدارسنا. يأتي المشروع ضمن فعاليات دفيئة الاستكمالات للوحدة لدخول التدريس بكلية كي، وبالتعاون مع المجلس المحلي ووزارة المعارف، وذلك بالقرب من بيوت المعلمين بغية تعزيز الانتماء والتعاون بين مدارس اللقية. لي 20 سنة بشتغل في اللقية ولا مرة صار هذا الاندماج، فكثير إشي حلو. يعني تشوف أنت كمربية أطفال مع معلمة لابتدائي أو إعدادي ومعلمين لثانوية، فاندماج من ناحية فكرية ومن ناحية تطور الفكر ومن ناحية آراء ومن ناحية كل الأشياء كان كثير ممتاز. من ناحية تعاون المعلمين القدماء مع المعلمين الجدد، في تعاون، في احتواء، في محبة، أي مشكلة بواجهها بيساعدوني فيها، وعن جد وإن شاء الله بنكمل ونعطي للمجتمع تبعنا، لأنه ودي المجتمع تبعنا، وإن شاء الله نقدر نطلع ونعلم الطلاب طرق جديدة ونحتوي الطلاب بمحبتنا ونعطيهم أكثر كل إشي عندنا إن شاء الله. المعلمون الجدد يتبادلون الخبرات من خلال التعاون مع زملائهم القدامى، وبالتالي يتم تقوية البيئة الاجتماعية والعلاقات مع الأهالي.